وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. مرحبا بكم شيخ فائز. مرحبا وأهلا بكم وسهلا. شيخ فائز، بداية، دور طلابي كبير في ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة، كيف أثر دخول طلاب الجامعات والمدارس على مسار الثورة برأيكم؟ أولا تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى الثوار الباطل وإلى جميع شبابنا الثائر. هذا يعني بأن طلبة الجامعات والكليات والمعاهد عندما تتظاهر أو تحتج أو تقوم بثورة ضد نظام فاسد، هذا يعني بأنه الطبقة المثقفة والواعية وما يثبت ذلك بأن هذه الاحتجاجات التي يعني التي تنتمي إليها مئات الآلاف من الشباب، هذا يعتبر تقدم واضح في العراق ما بعد 2003. أما ما يدور الآن محاولات الالتفاف لتحميل الحكومة أو مسؤولية ما حصل، هذا ليس بصحيح، بل إنما المسؤولية تتحملها جميع الأحزاب السياسية وجميع الكتل التي جاءت بعد 2003 باعتبارها منظومات سياسية اعتمدت على المحاصصة والطائفية ونهب المال العام لأبناء شعبنا، وهذا ما يؤكده الشباب الثائر اليوم. وبالتالي هذه الثورة مستمرة ونحن كمجلس نؤيدها بكل المجالات لحين تحقيق مكاسب مطالب هذه الاحتجاجات، والتي هي مطالبها الرئيسية هي إنهاء المنظومة السياسية ما بعد 2003 ولا تقتصر على إنهاء الحكومة الحالية الموجودة. نعم شيخ فائز، لو سمحت، الحركة الطلابية في الثورة لم تقتصر على بغداد كما تعلمون، بل امتدت في العديد من المحافظات الأخرى، بما تفسر هذا الزخم الطلابي في المحافظات وأثره في الحراك الشعبي في العراق؟ بكل تأكيد عندما ينطلق هذا الحراك أو هذا الاحتجاج في جميع محافظات العراق وأقليتها ونواحيها وحتى قسم من القرى الموجودة في المحافظات، هذا دليل بأن الشعب العراقي بأكمله رأى السياسية ولهذه الأحزاب والكتل التي جاءت بعد 2003، وبالتالي لا تراجع بالنسبة للمحتجين وبالنسبة للشعب العراقي إلا بإسقاط المنظومة السياسية بالكامل، ولا تكتفي بإسقاط الحكومة أو تغيير الوجوه، لأن التغيير ليس بتغيير الوجوه أو شكل الحكومة أو شكل الوزراء، بل إنما بتغيير المشروع والهيكلية السياسية التي جاءت بعد 2003. شيخ فائز، إلى أي مدى ترى أن دخول نقابة المعلمين على خط الاعتصامات كان له أثر واضح لدخول الطلاب بهذه القوة على خط الثورة؟ بكل تأكيد، ولكن المطلوب بأن هناك يجب بأن يكون عصيان مدني لدى جميع دوائر الدولة وبما فيها وفي مقدمتها طلبة الجامعات والمدارس والكليات ونقابات الصيادلة ونقابات المعلمين وكل المهن أو كل الطبقة المثقفة في العراق، لأن العصيان المدني يشكل أقوى ضربة للنظام السياسي أكثر من الاحتجاجات أو التظاهرات المستمرة حتى وإن كانت عدة أعوام. طيب، بماذا تفسر شيخ فائز اعتداء القوات الحكومية على تظاهرة نظمها طلاب متوسطة في ذي قار؟ هل طلاب متوسطة برأيكم يمكن أن يسببوا كل هذا الرعب لحكومة بغداد؟ يعني أولا هذه الطبقة السياسية وهذه الوجوه بعد 2003 لو كانت تشعر بالمسؤولية وهمها الشعب العراقي لكان أقل تقدير تجمعوا جميعهم وقدموا اعتذار لأبناء الشعب العراقي لإخفاقاتهم المتعمدة وغير المتعمدة طيلة 16 عام، وهذا بالدليل يؤكد بأن هذه الطبقة السياسية لم تحترم إرادة الشعب العراقي، وعلى الشعب العراقي بالمقابل أن يدافع عن كرامته وسيادته ونيل حقوقه المشروعة. طيب، يعني دعنا نتحدث عن دور الطلاب والنقابات التعليمية، يعني شيخ فائز بصراحة هل هذا الدور القوي هو ما جعل القوات الحكومية تنشط في اعتقال الطلاب بهذا الشكل الشرس خلال الأيام الأخيرة؟ بكل تأكيد، عندما ترى الطبقة السياسية هناك الطبقة المثقفة هي بداية الثورة، هذا
ويهدد وجودها، وبالتالي لن يبقى لديها الا استخدام القوه، ولكن اعتقد ويعتقد جميع العقلاء تقول الواعيه وهذه الثوره الشبابيه لن تتوقف وتصمد وتتحدى كل صعوبه لاكمال مشروعها وانجاز ما تبقى بعون الله من مقالبها الشرعيه. اذا شيخ فايز، قلتم ان الثوره لن تتوقف. اخيرا، وفي ظل كل هذا القمع الذي يحصل للشعب العراقي بكل فئاته، هل تعتقد ان يتراجع الطلاب عن ثورتهم ضد الاحزاب الفاسده؟ اكيد لن يتراجعوا، لكن هناك مسؤوليه كبرى اخلاقيه وقانونيه المنظمات الدوليه والمنظمات الحقوقيه وعلى الولايات المتحده الامريكيه التي سلمت العراق الى ايران والى حلفائها بالعراق المتمسكين بالحكم مقابل املاء جيبهم. عليهم مسؤولية أخلاقية وقانونية أن يقفوا مع المحتجين، وعلى المجتمع الدولي أن يدخل بكل ثقله لمساندة المحتجين في العراق وفي كل بلدان العالم. الشيخ فائز الشاووش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.